لك حال جيت بفتح الباب واللي جيت خالي موجود منسدح بالماركت. خالك منسدح عند الباب. لك حال قام ما تسوي لنا مشكلة. شالك من خلنا منسدح تعال نوم كمل نوم كمل. وطيك. وطيك. لا ان شاء الله ما يطقك يمكن واقف عند الباب بيتاسف من لا لا بابي بالاحضان ايش فيك انت كم في فينا حلقه خطر الله نهرب بس من هنا وين نهرب كم ريبي قام نطلع بيشد اخي بيطقني طق اعلمك بيسوي ده خالك ده قدك خالك ده مجنون 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 ترى ما هنا عقل ما قلت لي يومي لا ما احتاج تقول لك وانا قال لي واحد من رابعه يقول اذا زعل على واحد ينهي من وجه الحياه خالك ده ينهي انا واحنا زعلان عليك مثلا يا ابو دويش يمكن انت ما مره جربت الزعل الحقيقي حقه مره زعل على واحد شالوه بالاسعاف يقول لي واحد ايام اللي هو مراهق زين شنو نسوي شو الحال شوف هو ما قعد عند الباب نيته خير ما انتظر عند الباب نيته خير انا اتوقع يا ابو دويش اتوقع والله اعلم ان اليوم كم رياضي ابي اطلع ما اظل هنا انا مو تهني على كيفك يبون مالي ذنب انت اتوقع يا مريضي شو يسوي لي اتوقع انه مو بيخلي في جسمك عظم سالم اقول لك ده خبل ترى خالك انا درسته بعدين انا ما يقدر علي بس انت بحكم ان ولد اخته يمون عليك اتوقع يا ابو دويش انه بيكسرك تكسر لانه ترى عندك شيء مخزن ولا كم رضي كم الملي قاعد كم طلع يقع كل شيء يجيب السفر ليش؟ ليش يفتحنا ليش؟ شو رقيتيه؟ اقول لك البارح اقعد ما ودي اقول لك ولا ودي اغثك ما ودي اقول لك البارح رسل لي رساله على الواتساب شنو مكتوب فيها وانت نايم مكتوب فيها تودع من بدويش يا مريضي قلت له ليش قال اول مره في حياتي اشوف خاله فوزي معصب كذا يقول ان خالك البارح تطلع من عيونه شرار رجال فصل حده يقول يا انا يا ابو سوفيا انا اتوقع جنكاح سمعت صوت كحته اسمع اتوقع يا ابو دويش ست كسور ونزيف داخلي من اللي يطلع لك كذا انت انا انت الثاني بريضي طب لا بسرعه ان شاء الله على اجر ان شاء الله على اجر ما عليك ايش الخايف انت وحي اسمع يا ابو دويش اسمع تعال اسكت تعال تبي خطة تهرب اسكت تعال انا بساعدك تهرب اسمع تعال هو نايم متأكد شفته نايم افتح الباب وقفز عليه قفزه عرفت وتقفز عليه لا قلت لك انا انطلق اقفز عليه وراح زين وانزل تحت وحت عند عمي ابو علي وما يجيك شيء انا بكلم عمي ابو علي ما يجيك شيء يعني اتوقع كذا تنجح الخطه اي تنجح الخطه بس اعلمك انا بضحي عشانك انت بتروح وانا اللي بقابل خالك بكلم روح الباب ها بكلم روح الباب لا بخليه يجي هنا بدأ أخلى الغرفة أنا ويا ذابح يا مذبوح أنا ويا خالك
ما عليك لو صار اي شيء انا بدق على الاسعاف، لا تخاف وانت بعد دق على الاسعاف، انا ما ادري ما اضمن انا شو اللي بيصير لي. لا اني ما يلحق عني. بس يا ابو دويش اسمع، لا تقول ان انا كسرت خالك. لا لا ما بقول لك شيء. تعطيني صلاحيه كامله انتف خالك تنتي. انا بعدك تصريح انك تكسر رجوله ويد من الدين، هذا اختار انت اي يد. ايه. والبقيه. فوزي تاو. انا ما شفناك في المطار بارحة دورنا. صحيح صحيح صحيح. وين كلامك البارح بروح الحاسه؟ دورنا البار، احنا حجزنا طياره على الحاسه. ايش قال ابو تطفي ابها؟ اضطرار. لا يا ابو لا. وين بدي وين احنا نشوف المطار؟ اعرف احد وين احنا نشوف المطار؟ وين حتى المكان ما دليته؟ ما عليه تعوذ بالله. ليش تسكس علي انت؟ ما لا ما نقول ما لا 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 فوزي لا لا فوزي تعوذ بالله فوزي لا لا تعوذ بالله تعوذ بالله تعوذ بالله فوزي تعوذ لا لا بعد عمري لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما حضيعي ولا اختي لا ان شاء الله ان شاء الله ما حضيعنا ان شاء الله ان شاء الله عم ما تقول لا عم ما تقول خلنا نستنى اسم القصه كلها انا بعترف لك انا بعترف لك ايه بصراحه كيف كيف ايه انا بعترف لك اجلس بعترف لك اجلس بعترف لك اجلس لا تقف على راسي ما بتكلم خالص ما بتكلم ايه كنا احنا ماشيين في الدرب احنا نروح من حديثك التذكره ونيرك ننزل صدفه صدفه بالصدفه ايه صدفه خير من المعاد بالصدفه اخلص حكي بالصدفه جاتك فكره كبيره كبيره انه يعني انه لا 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 ان شاء الله ان شاء الله اذا ما تعدت تستهدفون فيك ان شاء الله ان شاء الله انا قلت لكم والليله والليله اليوم نمشي ولا ما تحتاجش نمشي ان شاء الله 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 لا 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 بعد عمري راح الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه يا حبيبي يا سمه تعورت اسمع ارتعت يا صدمة الله بالخير والرحمة والمغفرة تجلس على صوت رشاش المطر يا سلام شو يسمونه رشاش ولا
خرير ما أدري والله، بس صوت خلاني أجلس من النوم وما شاء الله تبارك الله. الله 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 يا سلام على أجواء أبها. ضرقنا يبا، شلون نوم رحين؟ شلون أروح هناك ذاك المبنى وأنا أبا أروح؟ يلا نطلع بسم الله. يلا الله يا رباه. يا كبير يا الله، وصلنا بالسلامة الحمد لله على السلامة. اليوم في أبها الجو غير، شوف 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 بس الجو الحلو الجميل اللي يعطيك جمال أبها فوق جمالها. شوف الجو، شوف الأمطار، الله، شوف 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 ما شاء الله جو حلو. صحيح يعني في برد، شوف ما شاء الله، ها شوف جمال، ولا في جمال ولا أحسن جمال. شوف يا سلام، أنا مكيف على هالجمال هذا الحلو والأمطار. بحكم الله بالخير ما شاء الله على هالأمطار، أمطار أبها. ما شاء الله يا كثر قدورنا كثرة. هي خلي غسل هنا المطار. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يا حبكم يا هلاب. شلون الأرض غدت هناك؟ شوفوا كيف؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سريرا تقول ازهلت النوم عليها اعوذ بالله، وكملتها بعد اخذت من المطار مويه بارده شربتها، والحين لواز ومشاكل شوي حراره استعمل مره الحين لين الله يفرجها ونطلع الله عشان نسوس وكله، وإلى ضبطت النوم اشتغل هالجودي الشخير تبارك الله. شو
الغيوم والمطير والرعد احنا في أبهى. الله يبهى على المطير، الناس محترين والمطير في أبهى. ما شاء الله تبارك الله. معاد سجل خيرات من الله، سوي الفقع ها؟ ما شاء الله. لا إله إلا الله ما شاء الله على هالمطير، الناس محترين وهنا فبها الخير، الخير جاء. شوفوا لا تقولون نضحك عليكم ولا نصب ماي، ها شو المطير أبو معاد لا يقولون نضحك عليهم ها؟ شو المطير؟ تبارك الله على هالمطير، شوف هالمطير احنا في أبها، شوف هالمطير ها شوفه بس لا تقولون ما شفنا ولا شو المطير، وناس مشغلين مكيفات ها؟ اي شوف الجو فوق، شوف الجو، شوف الشوارع هنا ما شاء الله. ولا أبو نطير، هذا نطير في أبهى، الله يبهى عليك خير، خير من الله. هذا اللي بيسوي الفقع ها؟ هذا اللي بيسوي الفقع، فقع العدل. ما شاء الله على هالجا. ما شاء الله تبارك الله. شوف المطار لا لا. الساعة 10:13 الحين. 14 بعد شو المطر وقف ورجع ثاني يهب تنطر. ما شاء الله تبارك الله. شوف شوف الشوارع مطر فبها مغيمة غيوم وامطار. شوف شوف ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الساعة 10:26 وشوفوا شوفوا الأمطار. شوفوا الأمطار أبها احنا المطر ذي الحكي بابها. شوف شوف مطيرة انا فوق الحين هذا الان. وهذا الشوارع هنا فوق ماشي.
ما شاء الله. ايه مطير مطير خيرات. شوف خيرات من الله. شوف 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 واحدة وستة وعشرين دقيقة هكذا تمطر خيرات من الله. شوف الشوارع هناك كلها مليانة والوديان اللي تمشي والله قاعدين بس احنا ما طلعنا ما شاء الله. خيرات من الله أبها فيهم طير خيرات من الله من الصبح يتمطرك من الصباح نحن واحد ونص يتمطر ما شاء الله. احنا في أبها وهذا المطير كله في أبها يعني من الصباح لا الحين نشوف واحد ونص الحين لا ما راح تمطر نصور الصباح على مصور ما شاء الله. لا إله المطلع.